أسلمك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم باللي هو الحديث عن الإحصاء. نرجع نتكلم، حكينا عن مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. خلينا نحكي عن مقاييس النزعة المركزية. النزعة المركزية، أول نأخذ مثال على طول ونشتغل عليه. إحنا طبعا راح نجيب نوعين من الأمثلة. المثال الأول لما تكون البيانات بسموها بيانات خام، البيانات الأصلية تكون بيانات خام، والنوع الثاني بسموها البيانات المجدولة، بيانات المجدولة. خلينا نبدأ بالبيانات الخام. نفترض إنه طلاب دخلوا على امتحان، كان علامة نهائية الامتحان من 10. كم طالب؟ 5 طلاب. بدناش نكثر، 5 طلاب. الطالب الأول أخذ 2 من 10، الطالب الثاني أخذ 6 من 10، الطالب الثالث أخذ 7 من 10، الطالب الرابع أخذ 6 من 10، الطالب الأخير أخذ 9 من 10. الآن بدي أقول إلى أين تنزع هذه البيانات. أول مقياس بطلعه بسموه الوسط الحسابي، اللي بنرمزه بالرمز سين فتحة. سين فتحة هون مش اللي هي المتممة، ديروا بالكم، حكينا لأنه نحن سياق الكلام مختلف. اللي هو نكتب عليه بالعربي إيش؟ الوسط الحسابي، هذا رمزه. القانون تاعه مجموع القيم على عدد. هذا برمو مصطلح كيف كتبتها؟ السمى الرمز هذا اللي هو المجموع، بالإنجليزي بيقولوا سيجما، كابيتال سيجما، لأنه في سمول سيجما كمان. بالعربي شو نكتب؟ نكتب مجموع القيم على عددها. يلا إذا سين فتحة إيش بتساوي؟ بتساوي 2 + 6 + 7 + 6 + 9 تقسيم قديش؟ 5. تعرفوا أن خط الكسر معناه قسمة؟ 30. ما نعرف. يلا إذا سين فتحة تساوي 2 + 6 = 8. 30 أكيد. اجمعوه المرة الثانية، تأكد عشان تكتب شيء غلط. 8 و7 = 15 و15 = 30. طبعا هون مسموح استخدام الآلات الحاسبة، ها بيطلع 6. طب مين يفهمني ايش يعني انه الوسط الحسابي 6؟ شو في مثال؟ يعني تتراوح معين، علامات الطلاب 6 حول 6، يعني اغلب الطلاب متركزين حوالين 6. بلغه ثانيه لو اعطيت لكل طالب 6 6 6 6 كاني انا كاني يعني اعطيت اللي هو الانطباع او التصور عن تحصيل هذول الطلاب في هذه المادة. طيب نحكي عن النقطة الثانية اللي هي بدي ايش؟ الوسيط. الوسيط شو بنعمل؟ بنرتب القيم اول شيء، يا تصاعدي يا تنازلي. بعد ما نرتبها اذا كان عددها فردي يعني 5 قيم بكون اللي بالنص. معنى الوسيط هي القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها. القيمة التي تتوسط، القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها. فمين بده يطلع عندنا الوسيط في هذا سؤالنا؟ نتذكرهم هم مذكرين شو هم؟ 2 + 6 = 7 بالضبط. 2 + 6 = 6 2 نكتبهم هيك 2 + 6 = 6 + 7 = 9 إذا الوسيط 11. طب لو كان عددهم زوجين بكون في وسيطين، بناخذ 2 اللي بالنص بنجمعهم نقسم على 2. فالوسيط قد يكون أحد البيانات وقد لا يكون أحد البيانات، مش شرط يكون يعني واحد من القيم اللي احنا دخلناها هو الوسيط. طيب المنوال، شو تعريف المنوال؟ القيمة الأكثر تكرارا، القيمة الأكثر تكرارا. مين القيمة اللي بتتكرر أكثر شيء؟ الست. شوف في عندي قاعدة بعدين تعرفوها بجزء القياس والمواد الثانية. إذا كان عندي مجتمع بيانات، مجتمع علامات، مجتمع أطوال، كويس، وكان الوسط
يساوي الوسيط يساوي المنوال، شو بصير في هاي الحالة؟ نقول هذا مجتمع العلامات متوزع توزيع طبيعي، يتوزع توزيعا طبيعيا. ودائما احنا التوزيع الطبيعي بنعبر عنه بالطريقه هاي، طلعوا كيف بيعملوا زي جرس زي هيك، هذا بسموه التوزيع الطبيعي. هسه بقول لك اغلب الظواهر الحقيقيه في الواقع، اذا اخذت مجتمع كبير، يعني مثلا لو اخذنا دخل افراد في الاردن، مش دخل الافراد، خلينا نقول دخل الاسر، دخل الاسر في الاردن واخذناها على سكيل كامل كل الاردن، بتلاقي توزيعهم بس كده بكون وسطهم يساوي وسيطهم يساوي منوالهم. طب سؤال، لو انا راسم رسمي زي هاي، وين الوسط؟ وين الوسيط؟ وين المنوال؟ وين بالضبط؟ يعني هاي الوسط؟ لا، الوسط هاي هون بكون على محور السينات مش فوق. ديري بالك، هاي ترى من الاخطاء الشائعة، النقطة اللي بتكون هون بننزل العمود من القمة، وين صدم بمحور السينات بتكون هي ايش؟ الـ الـ الوسط الحساب. ممكن اسالك سؤال؟ لو احنا تطرق وطلعت المنوال الوسط الوسيط لعلاماتنا، ممكن تعمل محور طبعا اكيد لعلاماتنا. نعم. اكثر مقياس الناس على المركزية مثل الى مستوى الله. لا، انا باخذ مقياس واحد، باخذ عده مقاييس زي المره الماضيه، متذكرين المثال اللي جبناه تاع الموظفين ولها؟ انه 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 انا بطلع وسط، بطلع وسيط، وبطلع منوال، بطلع الانحراف المعياري، مقاييس تشتت، وبناء عليها كلها كلها بقرر مين افضل هذه المقاييس. لكن احنا عاده بنعتمد على المقاييسين الرئيسيين، دائما بنعتمدهم كانهم هم يعني المقاييس الرئيسيه اللي هم الوسط الحساب الانحراف المعياري. هذول اكثر مقياسين احنا طبعا بالنسبه لي. إذا كان عدد الطلبة قليل أو عدد الأفراد اللي أنت بتعمل عليهم المقاييس عددهم قليل، بصراحة يعني مش كثير بفيدك الإحصاء. هو الإحصاء أكثر بفيدك لما يكون عندك العدد إيش؟ كبير. وأنا ما بدي الفروق اللي هي والله هذا فرق عن هذا علامة وهذا فرق عن هذا علامتين. يعني تخيلي أنا قاعد بدي أعمل دراسة إحصائية لطلاب التوجيه، 100,000 طالب بيقدموا مثلا أدبي وآي تي بالرياضيات. طيب اذا بتجي تقول لي هذا اخذ العلامه هاي وهذا اخذ، شو بدي فيها؟ انا بدي يعني بالمتوسط كم كانت علاماتهم. يعني مفهوم الناس على المركز الانحراف المعياري مش الى يعني عدد المهول، لما يكون بيكون له قيمه اكثر او نعم بعطيني قراءات افضل. والهدف من الاحصاء الاساسي، الهدف الاساسي من الاحصاء اتخاذ قرارات، واللجوء له الاعداد كبيره ما بنقدر نعطي قرار. ما بقدر اشوف يعني انت زي بتعرف كيف، زي اللي واقف قدام الحيط وقاعد بتفرج على لوحه، هو شو شايف من اللوحه؟ تخيلوا انتوا واحد جاي بده يتفرج على المحاضره واقف هيك، شو بده يشوف؟ ماذا بيشوف؟ لما يبعد. نفس الشيء الاحصاء بيعمل لنا بيانات كثيره، انت واقف وحاطط لك فيها، شو بدك تشوف منها؟ ولا شيء. ابعد وحزمها بطريقه مختلفه بتقدر تشوف اكثر. طبعا بتعرفوا انه الاحصاء من خلال الاحصاء باخذ القرارات على معدلات التوجيه، انه المعدل كم اللي يروح طب، معدل كم اللي يروح، من كيف باخذوها؟ باخذوها عن طريق اللي هي المقاييس الاحصائيه. اكيد مش موضوعنا، هي اعلى من اللي بنحكي. لكن الحلو في الموضوع انك تعرف اللي بتدرس الاسئله. يعني احنا خلصنا كثير شغلات من الماضيات، انت بتفوت في شغله بتطلع مش عارف شغله ملموسه. طيب نرجع لنفس موضوعنا، لو بدنا نحسب مقاييس التشتت لنفس البيانات اللي اخذناها قبل شوي، نتذكر البيانات اللي اخذناها شو هن؟ كان الاثنين ستة سبعة ستة اثنين ستة ستة سبعة تسعة قلت المرتبات. بدي اجيب الانحراف المعياري، شوف له قانون الانحراف المعياري، له اكثر من صيغة للقانون، لكن صراحة بميل لهذه الصيغة اسهل وحدة اللي هي الانحراف المعياري. بقول رمزها سمول سيجما، سمول سيجما ما بدك اياه حطي بس كلمه الانحراف المعياري. في منهم يكتبوها عين للتسهيل، شايف كيف؟ تساوي الجذر التربيعي لي مجموع سين تربيع، اعتمدوا هذا القانون، هذا اسهل قانون صراحه، ناقص
نون في سين فتحة تربيع الكل على نون. في بعض القوانين بحطوا على نون ناقص واحد. صراحة هي بتفرق نون ونون ناقص واحد بيفرقوا عن بعض. إذا كنت بتشتغل على عينة بتحط نون ناقص واحد، إذا بتشتغل على مجتمع بتحط نون. إحنا راح نعتبرها صح، سواء حطيت نون ولا نون ناقص واحد في المقام هون، حطيت نون ولا نون ناقص واحد راح أعتبرها صحيحة. يعني ثنتين راح أعتبرها صحيحات. خل نطبق. كيف نطبق القانون؟ أنا لو جيت بس نظمت الشغل شوية، هاي القانون قدامي خليته قدامي عشان ما أتوه. أنا بحاجة لمجموعة سين تربيع. خليته خلينا نمسحها وأكتبها بشكل أوضح شوي. طب هني شو سين أصلاً؟ شو هي سين حتى أقول مجموعة سين تربيع؟ سين البيانات الأصلية. يعني هون خلينا نعمل جدول زي هيك سين، وهون بدي أعمل سين تربيع. شو هني سين؟ العلامات رح لك إياها. اثنين ستة ستة سبعة تسعة. إيش يعني سين تربيع؟ ربع هذول. يلا ربع أربعة. 36 36 49 81 اجمعهم. هون استخدموا آلات حاسبة، بلزم على حاسبي هون صح؟ يلا هاي 10 12 22 26 وهون 12 و 6 14 14 و 2 لا كيف 12 و 6 18 20 مضبوط كلامك 206. شو هاي ال 206؟ مجموع سين تربيع بس. طيب كيف نطبق القانون؟ خلينا نعرف عناصر القانون. إذا عرفنا عناصر القانون انتهى السؤال، سهل جدا. إذا عين تساوي، أنا بترجع هنا، عين تساوي الجذر التربيعي لي. يلا وين مجموع سين تربيع؟ هاي مجموع سين تربيع وينها؟ اللي هي 206 اللي طلعتها قبل شوي. ناقص شو هي نون؟ عددهم خمسة. ها ضرب الوسط الحسابي تربيع. إذا معناته في الانحراف المعياري يا جماعة سؤال مبرشم. إذا قلت احسب الانحراف المعياري معناته إجباري اطلع الوسط الحسابي حتى لو ما طلبته. إذا طلعنا الوسط الحسابي ستة، إذا ما عمل ستة تربيع أنا خمسة. هذا كله تحت الجذر، الكل على خمسة. على خمسة هيك يعني نحسب على خمسة ناقص واحد. هذه بحكي لك مرة ثانية. إذا حطيت على خمسة معناته أنك بتتكلم عن المجتمع. إذا حطيت على خمسة ناقص واحد تكلم عن العينة. أنا راح أعتبر اثنين صح، سواء حطيت على خمسة ولا حطيت على خمسة ناقص واحد اثنين صح. احنا كتابنا شغال على خمسة. ما بتجيبوا بدوائر؟ لا لو جبتوا بدوائر بكون مراعي بجيبش الجوابين بصير لخبطة. هو الصحيح هذه انت بتشوفيها في القياس عمينا على نون ناقص واحد، وعندنا في الرياضيات روح شوفي الكتاب افتح القانون تلاقيه على نون. طيب ليش هون على نون وهون على نون ناقص واحد؟ هي إذا كنت بتشتغلي على المجتمع الأصلي بتحطي على نون، وإذا بتشتغلي على العينات بتحطي على نون ناقص واحد. هي صراحة بترجع للتعريف الأساسي للانحراف المعياري، هو الوسط الحسابي أو الجذر التربيعي للوسط الحسابي اللي بسموها انحرافات القيم عن وسطها، مربعات انحرافات القيم عن وسطها. فالمتوسط الحسابي يقسم على عددها، هيك الأصل تعريفها يعني. هلا كنا نحسب. انتوا عندكم انا صراحه بلاحظ يعني في الامتحان انه بصير عندكم مشكله بس صغيره من وراء الحساب، تروح تغلطي في الحساب. اولويه العمليات هنا مهم جدا. يلا اول شيء التربيع. يلا اذا هي لازم ايه؟ جذر التربيع الى 206 ناقص 5 في 36 الكل على 5. هسه الضرب الجذر التربيعي الى 206 ناقص 35 150 و30 180
الكل على 5. وعن حكينا هنا لا مانع من استخدام الآلة الحاسبة الجذر التربيعي لي 29 على 5. 26 نعم دكتور 26 6 10 في 2 ممتاز 5. خليها هيك 6 وانا مبسوط منها فيش داعي هسه لو جيت طلعتيني اياها هون تساوي تقريبا قديش 5 وشوي 5 و 1 10 انا بكتبها هيك تحت الجذر. طب قديش تقريبا 2 و 1 و 2 و 10 هسه هذا الآلة بتطلع لك اياه. طب سؤال، ماذا يعني هذا الرقم؟ شو معناته؟ عن الوسط. قديش البيانات كانت بعيدة عن الوسط؟ كثير بعيدة ولا قريبة؟ يعني كاني الوسط الحساب الستة كانت من حرف ما يعادل درجتين، يعني معناته البيانات شو مالها؟ ململمة على بعض، يعني متجانسة بلغة ثانية. لا مش قديش لازم، ما في مقياس يقول كم لازم. اذا كان بالسالب شو بتكون؟ مستحيل يطلع انحراف المعيار بالسالب، مستحيل. ليش؟ لانه اول شيء هي جذر، الجذر مستحيل يطلع سالب. هاي رقم واحد. رقم اثنين هي مقياس البعد عن بعد. ما دام حكينا بعد معناته مسافه، ما دام مسافه اذا موجب، اذا مستحيل انحراف المعيار يطلع سالب. ممكن يطلع 4 من 10 3 20 6